أيها الإخوة المؤمنون، ارتقى منصة التلاوة الآن الذي يجمع بين الحسنيين، بين الابتهال والمديح في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ينتظره العالم الإسلامي أثناء قرآن الفجر وأوقات السحر المباركة. فضيلة القارئ العلم الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع، مسك الختام لهذا المقام، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك في أي صورة ما شاء ركبك، كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. كراما كاتبين
يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن المتجار لفي جحيم يصلونها يوم وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يوم لا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم في عليين
كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما على الأرائك ينظرون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون على الأرائك يا بران تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون مختار ختام الله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاج
ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عينا يشرب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء سنقرئك فلا تنسى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى والذي أخرج المرعى فجعله ثاء أحوى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى
سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إلا ما شاء يعلم الجهر وما يخفى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله.
اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق وربك الأكرم لا إله إلا الله والله أكبر خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم كلا إن الإنسان ليطغى كلا إن الإنسان ليطغى واستغنى إن إلى ربك الرجعى الله أكبر الله أكبر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم الكبير المتعال، صدق الله العظيم الشديد المحال، صدق الله العظيم الذي من خشيته تخر الجبال. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لفقيدنا وعافه واعف عنه، اللهم أكرم نزله ووسع مدخله ويسر حسابه وأعطه سؤله ولقنه حجته يا رب العالمين. اللهم اجعل قبره نورا وعطره مسكا وكافورا. اللهم آته كتابه باليمين واكتبه يا ربنا في أعلى عليين وشد فيه المصطفى الأمين. اللهم هون عليه أول ليلة في قبره واجعل ما بعدها أهون وأيسر يا رب العالمين. اللهم شفع فيه المصطفى الأمين واحشره يا ربنا في روح وريحان وأنت راض عنه غير غضبان. يا حنان يا منان يا كبير الإحسان يا رب يا رب صل مع السلام على الذي قد شاهد السبع الأولى ورآك يا رب عبدك قد أتاك مسبحا برحاب بيتك يبتغي رضاك يا رب فابن عليك بنظرة يحيى بها وبيوم حشر في الجنان يراك. كل النفوس إلى الممات خطاها، كل النفوس إلى الممات خطاها. سبحان ربي سبحان ربي بعدما أحياها كتب الممات على الخلائق كلها. هذا كتاب الصدق من مولانا، فالجأ لرب العالمين لعله يهدي القلوب إذا أراد معتادا. يا رب يا رب يا رب. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب. سيدي يا رسول الله يا من بالماء
المدينة المنورة أسكنك الله. سيدي يا رسول الله، ماذا نقول عن الحبيب المصطفى؟ فمحمد للعالمين إمامه. ماذا نقول عن الحبيب المجتبى؟ في وصفه تتوقف الأقلام. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما دارت الأفلاك والأنهار. سيدي يا رسول الله، جسد تمكن حب أحمد فيه، تالله إن الله لا يخزيه، أو كيف يخزيه الكريم وحبه في قلبه وذكره في فيه. أكد عليه من الصلاة فإنها هي نور قبرك عندما تأتيه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.